مشاهدينا الكرام في كل مكان، سعد الله مساءكم واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي ياتيكم مباشره عبر قناه البلاد. عدد جديد من البلاد اليوم يهتم بشان المواطن الجزائري وبالاحداث الوطنيه وكذا منها الدولية. إذن بعد 19 شهر اليوم أو بالأمس تقرر فتح الرحلات البحرية، وتم برمجة رحلتين خلال أسبوع، أليكونت وهران وأليكونت الجزائر بالتناوب، وكذا رحلة بحرية مارسيليا الجزائر. لمناقشة هذا الموضوع وكذا موضوع فتح الاستثمار الخاص بالنسبة للنقل البحري والنقل الجوي، يسعدني أن يكون حاضرا معي في البلاطو اليوم الأستاذ سمير شعبنا الإعلامي والمهتم بشأن المهاجرين. أهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوة وتحية طيبة لكل مشاهدين الداخل وخارج الوطن. كما سيرافقنا أيضا بالتحليل والنقاش الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سوهلي عبر خدمة سكايب. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير أخي سفيان، شكرا لك الاستضافة والتحية لك ولضيفك ولكل المتابعين. نعم مرحبا بك مجددا. أعود إليك سميرة شعبنا. إذن 19 شهر وأخيرا اليوم النقل البحري مفتوح أمام الجزائريين للعودة إلى أحضان وطنهم بعد هذه الجائحة ربما، وهذا قرار الغلق الذي جاء بسبب الجائحة التي عاشتها الجزائر على غرار كثير وعديد من الدول. بطبيعة الحال بعد طول انتظار، بعد طول معاناة كذلك لأبناء الجالية الجزائرية، هي بشرة بكل صراحة. حتى أكون صريح معك، يعني منذ أمس تلقيت أزيد من 1000 مكالمة هاتفية من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن. الكل كان يتساءل على بداية اقتناء التذاكر بطبيعة الحال. فخبر كان سعيد، خبر كان مفرح، خبر كذلك يعني استقبلته الجالية الجزائرية بصدر رحب صح القول. الرحلات البحرية مهمة للجالية ومهمة للوطن ومهمة كذلك للشركات المعنية بالأمر، لأنه بكل صراحة ما يخفلكش أنه النقل البحري يستقطب عدد كبير من أبناء جاليتنا، يمتص كذلك غضب سخط أبناء الجالية الجزائرية خارج الوطن، وكذلك يعني الضغط على الطيران أو على يعني الرحلات الجوية. وبالتالي الرحلات البحرية مهمة جدا، حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار سيدي المحترم يعني من جانب البروتوكول الصحي، الباخرة أفضل بكثير من الطائرة وأسهل في أخذ البروتوكول الصحي. نعم. أسهل بطبيعة الحال، وعلى متن الطائرة في عيادات، في عيادة يعني على متن الباخرة، وفيه ممرضين وفيه أطباء، وبالتالي عملية التشخيص بإمكان يعني طاقم الطائرة أن يتم تنظيم هذه العملية على متن الباخرة، وتكون مرحلة العودة سهلة وكذلك يعني تمر في ظروف متميزة. صحيح. عكس الطائرة بطبيعة الحال، عندما يصل المسافر إلى مطار هواريب ومدين وهران أو قسنطينة، يعني أقل شيء راح يمكث في المطار حوالي ساعة أو ساعة ونصف حتى تظهر نتائج بطبيعة الحال الأنتيجينيك هذا أو التشخيص السريع. هذه ربما معطيات مهمة جدا، لأنه الآن أنا كنت يوم أمس يعني قمت بعملية حسابية من فرنسا فقط، الآن العدد ربما يفوق 18,000 مواطن جزائري بإمكانه أنه يدخل للبلد ب 24 رحلة للخطوط الجوية الجزائرية، 24 رحلة كذلك للخطوط الفرنسية Air France AASL وكذلك ترانزافيا وكذلك فيلينغ. ضيف إلى ذلك الآن في هذه الرحلات البحرية اللي راح تسهل مهمة مغتربين، وبإمكانهم الآن أن يعودون إلى أرض الوطن من مختلف دول أوروبا. نعم سأعود إليك الأستاذ سمير الشعبنا وأنت تتكلم عن العمليات الحسابية. يحضر معنا هذا الأمسية الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سوهلية. دكتور، التحدي بالنسبة أو التحدي الأول لهذه الحكومة اليوم هو تحدي اقتصادي مثلما يجمع عليه كل المتتبعون وكل الخبراء، أي انعكاس لهذا القرار فتح أو عودة النقل البحري بالنسبة إلى الجالية في استقطاب العملة الصعبة أولا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك على الاستضافة مجددا والتحية لك وللأستاذ ولكل المشاهدين. اليوم استئناف النقل البحري بداية من هذا الأسبوع هو من الضرورة بمكان، لأن أصل التوقف هو استثنائي بسبب آثار الجائحة على هذه الوسيلة.
وسيلة النقل البحري اليوم ضرورية جدا في الاقتصاد الوطني، حتى وإن لم تتوقف في نقل البضائع والمستوردات وواردات الدولة الجزائرية، لم تتوقف من هذه الوسيلة أو بوسيلة النقل الجوي، لكن حركة ونشاط الأفراد توقفت بسبب الجائحة. الأستاذ تكلم جيدا عن الآليات الجيدة للنقل البحري على خلاف النقل الجوي، لكن اليوم بإمكان حركية ونشاط الأفراد دخولا وخروجا لمهاجرين ولغيرهم عبر هذه الوسيلة أن يمكن أن يقدم لنا أو نستفيد منه من خلال عملة صعبة وتداول بالنقد بدخولا وخروجا، وهذا ما يمكن أن يفيد الاقتصاد الوطني في استقطاب أو في استقطاب كتلة نقدية من خلال مهاجرين وفق استراتيجية. فاليوم كثير من الدول تعمل على تفعيل مهاجريها في الخارج من أجل استفادة من عملة صعبة، إضافة إلى استئناف هذه المؤسسة التي عانت إفلاسا كبيرا بسبب نشاطها، وخاصة أنها تملك يعني كتلة بشرية توظفها كبيرة كانت معطلة، إضافة إلى أرباحها التي وصلت إلى خسائر كبيرة بسبب التوقف، إضافة إلى نشاط وحركية الأفراد الاقتصادية في السلع والخدمات. دكتور إذا تكلمنا اليوم دكتور على 19 شهر التوقف عن النقل البحري، أكيد ترتب عليه خسائر كبيرة، ربما قدرت مؤخرا ب 1400 مليار. ما هي أو ربما ما هي المدة الزمنية التي يمكن استدراك وتدارك هذه الخسائر بالنسبة إلى هذه المؤسسة الوطنية؟ نعم، هذه الخسائر كي يتم تعويضها لابد اليوم هذه المؤسسة للنقل البحري أن تشهد نشاط وحيوية وديناميكية في نقل السلع والأفراد على سواء يعني بقوة. اليوم استئناف، لا أعتقد أنه تم الاستئناف 100%، ولكن على الأقل أن تضمن هذه المؤسسة نشاطها وعدم توقفها على الأقل بداية بتوفير مداخل مهمة لأجور موظفيها، ولكن تبقى مخططاتها الاقتصادية سواء في التسويق أو في إيجاد يعني خطوط بحرية فعالة. فاليوم لم يتم تفعيل كل الخطوط، لكن لما نذهب إلى تفعيل كل الخطوط وحركة كبيرة أكيد سنشهد أرباح كبيرة لهذه المؤسسة التي تدير ثروة للبلاد، خاصة في مناصب الشغل وفي إيجاد خدمات ضرورية للمواطن وللاقتصاد عموما. نعم، ابقى معي دكتور أحمد سهلية، سأعود إليك بعد قليل. أعود ربما إليك الأستاذ سميرة شعبنا. الجزائريون مبتهجون، المهاجرون فرحون طبيعة الحال، الجزائريون مبتهجون لأنهم ينتظرون عودة عائلاتهم وأبنائهم، المهاجرون فرحون ومبتهجون لأنهم سيعودون إلى أرض الوطن. ما هو الجديد بالنسبة إلى بيع التذاكر، بالنسبة إلى أثمان والتذاكر حتى يبقى المهاجرون عندهم معطيات آنية يعني؟ نعم، عودة فقط لما جاء على لسان الخبير الاقتصادي، هو قضية أولا الجالية أو مداخيل الجالية. احنا نعرف أن الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن واللي عددها يفوق 7 مليون جزائرية هي في ذيل الترتيب مقارنة بالجاليات الأخرى، وهذا شيء مؤسف وشيء غير معقول وغير منطقي. يعني احنا الجزائريين رانا ندخل للبنوك الجزائرية ولصندوق المالي الجزائري حوالي 1.9 مليار في السنة، مقارنة بالإخوة التونسيين الأشقاء التونسيين أزيد من 3 مليون تونسي خارج الوطن، يعني دخلوا أزيد من 3.5، يعني 3.5 مليار. أنا جايك في الإخوة المغاربة حوالي 7 مليار، والإخوة المصريين السنة هذه راح يحطموا الرقم القياسي ب 26 مليار دولار. يعني حتى لو نشوف سكان غزة، الجالية غزة فقط كضفة، نشوفوا يدخلوا حوالي 4 مليار دولار. هذا بكل صراحة لو نقوم بعملية حسابية فيه يعني فارق كبير بين الجاليتنا وبين هذه الجاليات، رغم أن جاليتنا هي تعتبر أول جالية من حيث العدد خارج الوطن. الإشكالية بطبيعة الحال أنا أقول لك أنه نتكلم على قضية البنوك، نتكلم على قضية الاستثمار، نتكلم كذلك على غياب التحفيزات، وكذلك ربما
تشجيع الدولة الجزائرية لأبناء جاليتها ليدخلوا أموالهم ويحولوا رأس مالهم إلى الجزائر. هذه مهمة جدا. غياب على سبيل المثال بنوك. بالمقابل ربما كاين اللي يقول باللي المهاجرين الجزائريين اللي راهم والجالية الجزائرية اللي في الخارج لما تعود إلى أرض الوطن تجيبنا فقط السلع القديمة وتجيبنا. لا لا هذا كلام هذا كلام زايد بكل صراحة. هذا كلام قديم يعني كلام جالية تاع المهاجرين الأوائل هذه يعني. لكن الآن في جيل جديد فيه جيل يريد أن يستثمر الآن في إطارات فيها منتخبين فيها رؤساء بلديات من أصول جزائرية في رجال مال وأعمال لشركات تاعهم خارج الوطن تعد بالمليارات تعد بالملايين دولارات يعني خارج الوطن. وبالتالي الآن عندك قوة اقتصادية ضاربة في عمق الاقتصاد الأوروبي وحتى شمال أمريكا. فقط نعطيهم تحفيزات ونعطيهم الامتيازات ربما هذا الموضوع نرجع عليه بعد لحظات في قطاع النقل الجوي والبحري للاستثمار. لكن نتكلم كذلك على أسعار سيدي المحترم. نعم. أنت كيف تحب تشجع أبناء جاليتك باش يدخلوا الأرض الوطن ويعني وتفرض عليهم سعر أنت 800 900 1200 أورو باش يدخل الجزائر؟ هل اليوم سعر التذاكر نعم سعر ناسي سعر جنوني نعم سعر خيالي سيدي. أنا لا أتكلم على الباخرة لأنه إحنا ننتظر أنه الخطوط المقبل ستكون الشركة نعم لكن بدأت الأسعار يعني نعم. بدأت عملية بيع التذاكر يعني نعم. ما ينتظروش حتى اليوم 21 أكتوبر. أسعار تذاكر اليوم الأسعار تبقى دائما في غير متناول أبناء جاليتنا لأنه ما يخفلكش كذلك وما يخفاش لكل الإخوة المشاهدين أو السادة المشاهدين والمشاهدات أن الجزائري عندما يعود لماذا يقتني الباخرة المهاجر؟ يقتني باخرة حتى باش يأتي مع المركبة نعم. لأنه يريد أنه يأتي بالسيارة تاعه كي يجي الجزائر يتنقل ويتفسح ويأخذ يعني الأهل تاعه ولا الأبناء تاعه ويزور بهم مختلف نقاط الوطن. وبالتالي السيارة وكذلك تذكرة الشخص ربما السعر راح يكون غالي لكن مهما قيل أو يقال راح تكون منافسة شرسة بين الشركة الجزائرية والشركة الفرنسية لأنه ربما يجب أن يعلم الجميع أنه العمل راح يكون بالمثل. إذا احنا نظمنا رحلات إلى فرنسا شركة كورسيكا لينيا راح تنظم رحلات نحو الجزائر، إذا نظمناها إلى إسبانيا شركة باليريا كذلك راح تنظم على الجزائر. وبالتالي المسافر أو المغترب راح يستفيد من عدد الرحلات وكذلك له الاختيار في اقتناء أي شركة بطبيعة الحال. هذه مهمة جدا. وبالتالي احنا نقول أنه الآن الجزائريين يعني خارج الوطن يعني استحسنوا الخبر بطبيعة الحال. كذلك يجب أن نكون صراحة أنه هذه الفترة هي ليست فترة عطلة شتوية صحيح. ننتظر لكن مهما نقول على هذا الموضوع فيه تجار فيه كذلك بعض الجزائريين اللي اقتنوا سيارات يعني بأوراق تاع المجاهدين أو كذلك يعني بالسي سي آر هذه الرخصة التي تعطى للمغترب عنده الحق مرة في حياته أو مرة في مشواره هو خارج الوطن أنه يقتني سيارة. وبالتالي كانت هذه الشركة تعمل فقط مع التجار ليقتنون سيارات من خارج الوطن. رحلة خلال أسبوع رحلة واحدة ليس كافي غير كافي بكل صراحة حتى رحلة لا 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 وقت عطلة لا لا غير كافي غير كافي بكل صراحة لأنه 18 شهر والمهاجرين ينتظروا. ما يخفلكش أنه يوميا يعني إحنا نتلقى مكالمات هاتفية من أبناء جاليتنا. ضيف إلى ذلك كذلك سيدي المحترم أنه كل الرحلات الآن الجوية هي على العاصمة باريس نعم. وبالتالي سكان الجنوب الفرنسي يعني مارسيليا بين مارسيليا وباريس حوالي 700 كيلومتر. وبالتالي هذا المغترب باش يأخذ الطائرة من باريس يقتني الحقائب مصحوب بالأطفال ويزيد كذلك يسدد مستحقات القطار السريع تيجي بي باش يطلع باريس أتعاب كثير. أتعاب كثير. وبالتالي كل سكان الجنوب كي نقول جنوب يعني ليس فقط فرنسا حتى في إسبانيا حتى في بلجيكا ربما كذلك في إيطاليا على مقربة من مارسيليا راح يفضلوا أنه يقتنيوا الباخرة على الطائرة بطبيعة الحال نعم. والنقطة المهمة جدا هي قضية الوزن أنه المواطن لأنه هذه كذلك عملية حسابية صحيح. أنه يأخذ الطائرة عنده الحق أنه يأخذ الطائرة بحقيبة لا يتعدى وزنها 23 كيلوغرام لكن في الباخرة له كل الحرية أن يقتني 3 4 حقائب 5 حقائب بدون غير مربوطة بالوزن نعم. أعود إليك دكتور أحمد سوهلية. إذن المهاجر الجزائري اليوم بين شكوى على لسان الأستاذ سمير شعبنا بأسعار التذاكر وبين الواقع بعد 19 سنة قد يؤدي إلى 19 سنة قد يؤدي إلى إفلاس المؤسسة ذاتها. نعم أعتقد أن موضوع الأسعار أساساً يتعلق بنجاعة المؤسسة الاقتصادية والتجارية اللي هي مؤسسة النقل البحري. والأسعار إشكاليتها أنه يمكن أن هذه المؤسسة
تسعى إلى استرجاع خسائرها على حساب يمكن يعني فقط يمكن استرجاع خسائرها على حساب المواطن أو المهاجر أو من يريد أن يقتني هذه المؤسسة. لكن في الأخير هنا الإشكال الحقيقي أين يكمن؟ يكمن في تنافسية هذه الأسعار أمام المؤسسات النقل البحري الأخرى الدولية. تكلم على يعني رحلات متبادلة بين الدول، معناه أن في الأخير إفلاس هذه المؤسسة سيكون متواصل إذا كانت الأسعار غير منطقية وغير معقولة وغير مقبولة. هذا ما يجعل من هذه المؤسسة أن تكون لديها نجاعة اقتصادية في الأسعار. صحيح أن تخفيض قيمة الدينار أدى إلى ارتفاع للأسعار، لكن أيضا بالإمكان استقطاب كتلة نقدية من خلال هؤلاء المهاجرين، ويكون التعويض من خلال يعني الإياب والذهاب. لا يعقل أن تكون الأسعار غير تنافسية بالنسبة للمؤسسات الأخرى، وحتى بالنسبة لمدخول الأفراد سواء كانوا ذهابا أو إيابا. ابقى معي أستاذ أحمد سوهلية، ابقى معي، ربما يكون هناك تعقيد من طرف سمير شعبنا، تفضل. هي الإشكالية، إشكالية السعر لحد الآن بكل صراحة ما زالوا القائمين على قطاع النقل ما يعرفوش ربما سلبيتها. أنا أعطيك على سبيل المثال، أنا لو كنت مسؤول على هذا القطاع صدقني أنه سعر التذاكر سواء على الجوية الجزائرية أو حتى على شركة النقل البحري لا تتعدى 150 أورو. لماذا؟ الآن الإنسان يطرح سؤال يقول لك كيف؟ الإشكالية يا سيدي المحترم أنت تسافر مثل آلاف المتابعين تاعنا رمي سافر وكذلك خارج الوطن، الإشكالية موش في سعر الطائرة أو باخرة، الإشكالية أن المواطن كيكون في عين المكان فما اللي يصرف الأموال تاعه. أنت ربما تسافر وتأخذ الطائرة إلى المملكة العربية السعودية إلى تركيا إلى أي بلد، تلقى روحك أنه مسدد أو مخلص مصاريف مصاريف أكثر من السفر في ذاته، لأنه المسافر يا سيدي إذا هذا المسافر ماهوش متعود أنه يأكل في مطعم، هذه فرصة باش يأكل في مطعم، ماهوش متعود أنه يأخذ سيارة أجرة، هذه فرصة، ماهوش متعود أنه يأخذ هدايا يشتري هدايا. فشوف الحركة العجلة الاقتصادية تاع البلد كيفاش تتحرك. فبالتالي دير لي سعر قديم استقطبني وكذلك يعني جيبني البلد وخليني أنا نصرف في البلد، لأنه أي مهاجر اللي يجي البلد أقل شيء يصرف 1000 أورو. إحنا كنديروا الأسعار غالية، هذه لازم يعرفوها المسؤولين تانا، يعني وكأنه نقولوا لأبنائنا ما تجيوش، لأنه هو رو يشوف. الحمد لله العالم الآن أصبح قرية، تروح الإنترنت، تروح للبعض الوكالة السفر يقارن الأسعار ببعض الدول، يقول لك يا أنا نروح الجزائر مع 4 أولاد 5 أولاد تجيني ب5000 أورو يا أخي. ضيف إلى ذلك أنت تعرف أن المغتربين تاعنا كيجيو يجيو مدججين بالهدايا للأهل، ضيف إلى ذلك أن المغترب هذا كيجي أقل شيء يجي مع 2000-3000 أورو باش يصرفها في البلاد باش يعني يصرفها على أولاده وعلى أهل تاعه. يعني من المستحيل تسبع أن المغترب يجيب 10,000 أورو. 10,000 أورو يا سيدي المحترم راه ما يعادل حوالي 300 مليون تاع الجزائر، 300 مليون شكون اللي هذا اللي يجي؟ وضيف إلى ذلك أن أوروبا تعاني من أزمة اقتصادية يعني خيالية أو صعبة، والمتضرر الأول من هذه الأزمة هم أقليتهم أبناء جاليتنا. فبالتالي نشجع أبنائنا مثل بعض الأشقاء نتاعنا في العديد من الدول العربية، والتشجيع يكون بخفض الثمن وأسعار خفض الثمن يا التذيك. أخي ودير له شروط، دير له شروط. أنا يا حب نجي الجزائر أوكي، مثل ماذا شروط مثلا؟ أنا نعطيك مثال، تفضل. أنا حب نجي الجزائر، من جايب معايا حقائب؟ لماذا تفرض عليا نفس السعر تاع الانسان اللي جاب معاه 3 حقائب؟ جاي الجزائر على سبيل المثال مانيش حاب ناكل في الطائره، نحيل الماكله في الطائره 40 دقيقه مارسيليا الجزائر، لماذا دير له وجبه غذائيه؟ دير له لا ادري انا يا مشروب ماء كما راهم يديروا كل الشركات الاجنبيه الان. اللوكوست، اللوكوست خارج الوطن يعني في بريطانيا وفي كل الدول الاوروبيه، تاخذ طائره من 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 اسبانيا، انا درت عمليه قبل ما نجيك الاستوديو من اسبانيا، هذه شركه فيلينغ اللي راهي تجينا ب 600-700 اورو، تروح لبيروت تضرب 5 ساعات طيران تروح ب 130 اورو. درت كذلك نفس الشيء بين اسبانيا والسنغال داكار تروح ب 130 اورو. الانسان يتساءل يا سيدي المحترم، هذه الطائره اللي تفوت على الاجواء الجزائريه باش تروح السنغال ب 130 اورو ولا بيروت؟ وحنايا اللي عندنا من بساعة يعني اذا تكلمنا عن الكيروزان يعني الوقود اقل من بيروت. نعم ساعود واتكلم بعدين على فتح الاستثمار الخاص بالنسبه للنقل الجوي والنقل البحري، لكن قبل ذلك خلي
خليني أعود إلى دكتور أحمد سوهلية. دكتور أحمد سوهلية، عودة الرحلات البحرية أكيد هناك حركية، هناك ديناميكية وانتعاش بالنسبة إلى المحروقات، أكيد سينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني بالإيجاب. نعم بالفعل، بالفعل اليوم استئناف نشاط النقل البحري أكيد سينعش قطاعات اقتصادية أخرى تماما، ينعش قطاع المالية الذي يسعى إلى من خلاله إلى جلب كتلة نقدية واستقطاب كتلة نقدية موجودة بالخارج، إرافقتها منظومة مصرفية مساعدة ومسهلة لإجراءات التحويل كي لا يتم تحويل هذه المبالغ في السوق السوداء. هناك عميق بالنسبة لي السوق الموازية وليست سوداء إن صح التعبير. صحيح. إضافة إنعاش قطاع المحروقات اللي اليوم غالبية النقل البحري يحتاج إلى كميات كبيرة من المحروقات، هذا ما يجعل من هذا القطاع أنه سيزيد الطلب عليه وبالتالي ستزداد أسعار المحروقات بمنطق يخدم الاقتصاد الجزائري، وبالتالي سننعش أيضا قطاعات أخرى متمثلة في القطاعات الإنتاجية من خلال قطاع المحروقات وكذلك أدوات النقل البحري لمختلف المواد والسلع والخدمات الضرورية. فاليوم استئناف النقل البحري حتى ولو كان جزئيا ولم يكن بالكم الذي كان يعتاد عليه قبل الوباء، نعم، لكنه في الأخير إنعاش لمختلف القطاعات الاقتصادية وحركية ونشاط اقتصادي للأفراد يخلق لنا ثروة مهمة للبلاد، نعم. لكن هذا لا يتأتى إلا بمرافقة لمنظومة مصرفية مهما كان في الأخير تسهل إجراءات التحويل، تسهل الحصول على الدينار مقابل الدولار أو الأورو، هذا ما يجعل من أنه تكون لدينا كتلة نقدية بالعملة الصعبة موازية لدول الجوار. نعم شكرا لك، شكرا لك. نعم شكرا لك دكتور أحمد سوهلية على هذا الطرح وعلى هذه التوضيحات. سنتكلم أيضا في الجزء الثاني من هذا البرنامج على فتح مجال الاستثمار الخاص بالنسبة للنقلين، النقل الجوي وكذا النقل البحري، لكن قبل ذلك خلونا نأخذ هذا الفاصل القصير ولنعود فلا تذهبوا بعيداً.